أعزائي المشاهدين، عودة مع ضيفتنا الجميلة الصغيرة نور أرناؤوط، وهي كاتبة ومخرجة سينمائية. حقيقة البلد مليئة بهذه المواهب، وإحنا ما نسلط الضوء فقط على الكويتيين، لأن هناك من بحبهم لهذا البلد أيضا يريدون العطاء والتميز على أرض الكويت الحبيبة من المقيمين فيها، من انولد وتربى وعشق هذه الأرض ويريد أيضا العطاء في مجالات متعددة. نور أرناؤوط كاتبة ومخرجة سينمائية مثل ما قلنا، أهلا وسهلا فيك بهي وأخواتها. حبيبتي نور، أنت مولودة ومتربية بالكويت. نعم. وأنت بنت الكويت وسوريا، صح؟ شو تعني لك الكويت؟ أنا مثل ما قلتي ولدانة بالكويت وعشت طول حياتي بالكويت 18 سنة. طلعت بس مشان أدرس جامعة ورجعت لأشتغل، فالكويت يعني أهلي بالكويت، كل شي بعرفه بالكويت. حتى لما طلعت أدرس بالجامعة كانوا يسألوني الناس إنه أنتي من وين، فدغري يعني جاوب أنا من الكويت. ما أفكر إنه من سوريا، أو لأنه عايش بالكويت، ما عشت بسوريا، ما عشت بأي بلد تاني. ايه، وبعرف يعني سواقتي بالكويت، اهلي، ذكرياتك، اصدقائك، طفولتها، المدرسه. ايه بالضبط. نور، يمكن مثل ما قلنا كملتي الثانويه في الكويت وطلعتي لامريكا تكملين دراستك في الاخراج السينمائي. اوكي. ولكن يقولون قبل يعني كانت رغبه نور ان تكون مغنيه ومحبه للفنان. صح. يعني هل ما زالت هذه الرغبة موجودة في داخلك أو بوجدانك؟ وإن كانت، هل بإمكاننا نسمع صوت نور حتى نتأكد من جمالية هذا الصوت؟ أنا بلشت يعني بلشت غني بالمدرسة، ولما يكونوا لما كانوا يعملوا مثل تالنت شو أو شيء، كنت دائما نشارك وهيك. وحتى الماما كانت إنه تعصب مني إنه تطلع مثلا مغنيه بعدين انا اجي بعدها، بعدين مثلا حدا بده يعزف بعدين انا بعده. هيك كثير كنت احب يعني شارك. في نفس الحفله تطلعين ثلاث اربع مرات. ايه، وما كنت يعني ما كنت اتضايق انه اذا حدا بيسالني انه خلص كثير، ما كان يعني بس بحب انه بدي اطلع وهيك. وكان نفس الشيء، كنت احب التمثيل، كنت مثل مع بابا منتج، فكنت مثل بمسلسلات. فكنت احب يعني كون قدام الكاميرا مو ورا الكاميرا. ولكن الان في الاخراج الان ورا الكاميرا، اختلفت الادوار. بالضبط، العكس تماما. لكن لا زلتي تغنين، لا زلتي تحبين وتعشقين الغناء كثير. سمعي لنا شيء نور. اوكي، بس بالانجليزي. اي عادي. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then, in that one moment of time, I will feel eternity. الله، ما شاء الله موسيقى. ذكرتيني بالغنية الأصلية. زين بالعربي ما تغنين؟ ما بعرف العربي، لا مو أصالة. حطينا لها أصالة. أصالة أحسن نضلنا على أصالة. شغلات فيروز، شغلات عن يعني يعني أنا حاولت بس ما قدرت، لأنه العربي فيه كتير نوتات غير الأجنبي. أوكي. جميل جدا. أنا أعتقد يمكن تسأل مساء. أنا وايد اندمجت معها الأغنية. تكلمتي عن تجربتك، أنا حبيت شوية أن نتطرق أكثر حق موضوع دراستك. سافرتي عشان تتخصصين أكثر بالإخراج السينمائي. نعم. لو حابة أن أنت تلقين الضوء على هذه الفترة اللي هي فترة الدراسة. أنا الفيلمين بعد عندك فيلمين أنجزتهم. إذا حابة أن تكلمينا عن هالتجربة. أنا هلأ أول ما طلعت من الكويت كنت خايفة كتير، لأنه نحن يعني عايشين من الكويت كتير بكون هيك مدللين، والحمد لله يعني كتير. فأول شيء كانت تجربة شوي صعبة، أنه بلد غريبة ما بعرف حدا وهيك، ويعني مختلفة كانت كتير عن الكويت. فأول شيء ما كنت متأكدة حتى بشو بدي أدرس. بلشت أدرس بزنس عشان أشتغل مع البابا وهيك. ودغري حسيت حالي انه غلط، يعني مو حاسه حالي مرتاحه، مو مكاني. بالضبط. فقلبت على الاخراج وعلى السينما، وكانت كثير تجربه حلوه. يعني من اول يوم من الصف
لما بلشت السينما حطوا قدامنا كاميرا وقالوا لنا انه بدك تعرف كيف تحط الفيلم جوا الكاميرا، واذا ما عرفت تحطه بدنا ندفعك حق الكاميرا، فكتير حطوا فينا يعني مسؤوليه. ايه وحسينا كتير شيء يعني صعب، وحتى خوفوكم بالضبط. واللي عم بيدرسنا يعني المدرس تبعي كان مخرج، واول كلمه قال لي اياها انه انا مخرج وانت بدك تصيري مخرجه وانا عم درسك. أوكي. فشوفي يعني قديش صعب المجال، قديش فيه يعني تحديات. بالضبط. نعم. نور، اثناء دراستك في كاليفورنيا انتجتي فيلمين سينمائيين قصيرين، وهالفيلمين كانوا من النجاح بحيث انهم دخلوا مهرجانات ويمكن حصدوا جوائز ايضا. تكلمين عن هالفيلمين الناجحين. انا عملت هو مثل كان مشروع تخرج. أوكي. اول فيلم مشان اتخرج من الصف الاول وفوت على الصف الثاني، وتاني فيلم كان مشان اخذ الشهاده. بلى. فكانوا يعني هدول مثل يعني بحسهم اهم شيء عملته، لانه حطيت كل جهدي وكل كل شيء يعني من قلبي اشتغلت. أوكي. فاول فيلم كان قصه هيك مثل دراما، وكان كل شيء بالانجليزي وهيك. أوكي. فتاني فيلم حسيت بدي اعمل شيء عربي اكثر، فعملت عن مشكله فلسطين، والفيلم حتى يعني موقعه بفلسطين بيكون، وعم بيحكوا عربي وعم بيحكوا عبري وهيك. ف تشالنج هذا كان صعب، لانه ما كنت يعني انا عم بقول له للممثل يحكي وانا ما بعرف اصلا هو شو عم شنو قاعد يقول. فكنت اقول انه ان شاء الله عم بيقول صح. بس الحمد لله يعني دخلت على مهرجانات هون وبامريكا كثير اعطوني جوائز، وبالهند كمان السنة اللي فاتت سافرت على الهند وعطوني كمان. أوكي ما شاء الله. ممتاز. ممتاز. الآن نور أرناؤوط يمكن كملت دراستها في كاليفورنيا وتخرجت ويابت الشهادة وردت الكويت. الآن رغم أن نقول الكويت تفتخر للصناعة السينمائية، ليش ما فكرتي تروحين لدول اللي تشتهر مثلا بالسينما وبالإخراج وغيرها؟ ليش ما رحتي مصر؟ ليش ما رحتي لأي دولة بالفعل تلقين ممكن مجال للعمل؟ انا هو لهذا السبب انا رجعت على الكويت، لانه بحب الكويت وبحس بلدي الكويت. فقلت طب الكويت فيها كل شيء، يعني فيها مواقع حلوه، فيها يعني فيها ناس عندهم موهبات عن جد. أوكي. بس ما حدا عم بيورجي الموهبه لانه ما كتير فيه. فقلت ليش ما ارجع على الكويت وشجع السينما، ويعني هذا المجال انها تتطور على القليل. بالضبط. ايه وساعد بالتطور وهيك. فحتى صرت احكي مع البابا، بيكون عنده مؤتمر او شيء فبده يعمل مثل بروشور او كتاب. ايه فبقول له ليش ما نعمله فيلم ماده فيلميه. ايه بالضبط. حلو. وهيك يعني حاول مثلا روح على الشركات وقول لهم انه بتحبوا تعملوا فيلم وهيك. اوكي. بالضبط يعني مشان هيك رجعت على الكويت، مشان شجع التطور وهيك التطور السينمائي. بالضبط. يمكن نور أرناؤوط في لقطات من عمل سينمائي قدمتي راح نشوفها مع بعض، وراح نرجع نستكمل نفس النقطة اللي وقفتي عندها، موضوع ان انت حابة ان تطورين المجال السينمائي داخل الكويت. نشوفها مع بعض ونرجع ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نشوف مع بعض هذه اللقطات من اعمال نور أرناؤوط ونعود لاستكمال الحوار. لما بيجي تخالف الناس لما كوري ملو ابني. وين ابني؟ اوفي ببوك. بدي ابني لقيته. اوفي ببوك. قل لي يكون لقيته. اوفي ببوك. بابي بنت رحمة. اوفي ببوك. انا امي ابدي خالف ابني. بدي خالف. بدي خالف. بدي ابني يا ناس.
أعزائي المشاهدين، عودة مع ضيفتنا نور أرناؤوط، وهذا الفيلم اللي شفتوه كان من كتابة وإخراج الكاتبة والمخرجة الصغيرة السورية الكويتية. نور حبيبتي، أنت يعني ما شاء الله صار لك سنة تقريبا في المجال من رجعتي خريجة، يعني حديثة. عملتي مواد فيلمية لمايكروسوفت قطر، صح؟ وعملتي لكي بي سي، كي ام بي سي. كلمينا عن هذه التجارب. أول شيء هو أول ما رجعت ما بقدر فوت دغري يعني بالسينما، الواحد لازم يصير معه شوية خبرة وهيك، فصرت صرنا نشوف الشركات اللي بدهم بيحتاجوا أفلام وهيك، فسألنا كي ام بي سي هون وعملنا لهم فيلم مثل توعية لجهاز عملوه للعمال عندهم، بلا وبيساعد على انه في اللي اسمه شهاده الراتب. فبدل ما الواحد يروح على الشكل الروتيني التقليدي بالضبط وما عندهم وقت وهيك، فعندهم جهاز بتكبسي بعد شيء 15 ثواني بتطلع لك الشهاده موقعه وكل شيء، يعني مثل دعايات او يعني بالزبط. لا مثل تنويري، فيلم تنويري للجهاز الجديد اعلامي. وان شاء الله الهيئه تسمع منكم ان شاء الله، الهيئه العامه، بدل ما نروح احنا ونعبي صعب. لانه الواحد ما عندهم وقت وبيسكروا على الثلاثه وهيك، فعملنا لهم فيلم، وكمان رحنا على قطر وعملنا لهم لمايكروسوفت فيلم، وهذا كان شيء كثير يعني انا كثير انبسطت منه لانه هذا الفيلم راح على امريكا وهيك، فكان شيء منيح انه على صح اسمك طبعا كانتاج جميل جدا. نور أرناؤوط، اتوقع ان سيد أرناؤوط اللي هو الوالد منتج فني، كان له بصمات واضحه بحياتك، اكيد ساعدك لان كونه منتج وانت مخرجه تقدرون تسوون مع بعض عمل متكامل، فبالتالي لو حبينا يعني نلقي الضوء على هذا الجانب. البابا كثير الحمد لله كثير ساعدني وكثير دعمني يعني بقراري، ف يعني كل شيء بعمله بشتغل معه، وحتى هلا مثلا عم نجهز عمل كبير، عمل فيلم سينما بمصر، وهو معي يعني بكل خطوة. بكتب مثلا 50 صفحه سيناريو ببعث له اياه، هو بيشوفه يعدل عليه بيعدل بالضبط، لانه هو كمان عنده خبره كثير اكيد. فيعني نحن مع بعض عم نشتغل، انا بشتغل بشركته، ودائما يعني لما يعرفني بيقول للناس انه الحمد لله طلعت بنتي بتحب نفس المجال، لانه المنتج بالضبط المنتج بيحتاج للمخرج أكيد. والمخرج بيحتاج للمنتج يمكن ما شاء الله الوجه الآخر للعملة الناجحة اللي هي الماما، وكافي تبارك الله يعني she's giving all the support، موجودة اليوم معك بالاستديو، قاعدة تحية للماما خلف الكواليس اليوم. تحية طبعا لها، بس أحب أعرف كذلك، سمعت إن هي كذلك كان لها إسهام كبير في تنمية موهبتك ككاتبة، إذا حبيتي هم من تتكلمين عن دور الوالدة. أنا درست كل شيء بالإنجليزي فلما رجعت هون كان في عندي صعوبة كتير إنه كل الأعمال اللي عم بعمله هون بالعربي، صحيح، وأنا مبسوطة وبدي يعني زبط بدي طور عربيتي أكثر وهيك، فشو كنا نعمل؟ أنا أكتب سيناريو بالإنجليزي فماما تترجمه حلو ونقعد مع بعض وهيك، فصارت يعني حتى تعلمني كيف أطلع على العمل جهة يعني كعربية، صح، مو كأجنبية، من منظور عربي بالضبط. فكل الأعمال اللي عملناها كي ان بي سي كلهم أنا بكتب بالإنجليزي وهي بتترجم، وآخر شيء التصوير بيطلع بالعربي، يعني بدون الماما حتى ما بقدر. منظور الماما، الرؤية الإخراجية يتروالي الفكر الغربي متطور جدا في هذا المجال كثير. اي طبعا. نور، ذكرتي قبل شوي عن الفيلم الدرامي المصري، كلمينا عن هذه التجربة، أنا أعتقد فريدة من نوعها يعني، خصوصا لأولا كونك حديثة التخرج، ثانيا كويتية سورية، ثالثا البابا موجود وشريكته لها علاقة في الموضوع، صح، ورابعا في مصر، صح، فكلمينا عن هذه المعادلة. هلأ لسه يعني نحن بلشنا نشتغل، لسه ما بلشنا تصوير لأنه بياخد وقت فيلم السينما، صحيح. يعني أنا شو قلت، كنت عم بحكي مع بابا قلت له يلا صار وقت نعمل فيلم سينمائي، صح، فهو بيشتغل كتير مع مصر وبيعرف منتجين تانيين أكيد، فقال لي ليش ما تبلشي بمصر مشان تاخدي يعني اسمك يصير شوي معروف، بعدين تشتغلي وين ما بدك تاخدي سكسي بالضبط. فبلشنا نكتب، خلص هلأ خلصنا أول نسخة من السيناريو،
طبعا انا بالانجليزي ماما بترجم للمصري فاكتشفنا موهبه جديده للماما. مصري يا ماما. لا ومنيح يعني كثير لما قعدنا مع البابا ويطلع ماما بيقول لها انت عن جد هيك كتبتي؟ فكثير يعني ما شاء الله العائله كلها موهوبه عندها تشتغل الشغف الفني هذا. تحبين تقولي مثلا منو راح يكون الممثلين في الفيلم؟ شنو قصه الفيلم يعني بشكل مختصر؟ لسه ما يعني ما قررنا بالضبط مين الممثلين لانه لتكتمل ليكتمل السيناريو لحد هلا المراحل الاولى يعني الواحد ما يتكلم عنها فكرته يعني على الاقل فكره تكون موجوده. الفكره بتحكي عن رجل عزابي. ما تحرقي للفيلم كله هلا بس لمحه لمحه كم يعني كم كم فهو ما عنده شيء يعني اهم شيء بحياته الشغل ولا متزوج ولا عنده رجل عصامي بالضبط وما بيحب المسؤولية وهيك لا مش عصامي لا أبدا شو بصير بتوفى أخوه ومرت أخوه وبيتركوا له بنتهم عمرها 10 سنين فبيضطر هو يغير كل حياته يقلبها من أول جديد ويدخل يتعامل مع طفل ولازم يربيها ولازم هذا أنا شايفته كفيلم أجنبي يعني هو الفكرة أجنبية بس نحن حبينا نعمل أنا هيك يعني دراما عربية شوية يعني بجونا نحن مو صح وهذه حاصلة واردة يعني مش لأنها فكرة أجنبية ما تحصل عندنا هي تحصل عندنا كثير يعني والمسؤولية ممكن أي أحد تقع عليه في غير متوقع وقت غير متوقع يعني الأجانب حتى ما كتير دائما بالعيلة عندهم شيء اسمه الـ Godmother والـ Godfather من أول بيقرروا بس إحنا هون دائما بنحب نكون يعني من جوا العيلة ما عندنا فكر إنه يكون في وصي خارج الأسرة بالضبط دائما إنه موضوع إن الأم الأب ما يشوفون إنه لا قدر الله لو يصير حادث من هالنوع شنو ممكن يكون عندك حلول بديلة طبعا لو حبينا نتكلم نور عن طموحاتك احنا تكلمنا نوعا ما عن طموحاتك الفنية او في مجال يعني شغلك في طموحات شخصية حابة ان انت تتكلمين عنها انا يعني عندي مثل رغبة اني اربح اوسكار او اربح هيك جائزة ان شاء الله ليش لا I can see you doing that ان شاء الله ليش لا بالعكس I wish you all the best thank you فانا كتير يعني هذا الشيء دائما حتى لما اتفرج على البرنامج انا ما كثير مثلا ببكي بسهوله لما اتفرج على افلام وهيك لا. بس كل ما اشوف هذا البرنامج الاوسكارز او من هدول بشوف فيني ببكي كثير انه وبغار منهم انه يا الله هي ربحته ابي فهذا يعني هذا الشيء اللي حط عيني عليه هذا موتيفيشن كثير حلوه انك تشوفين وتخلين الانجازات اللي قدامك تصير هي يور موتيفيشن هذه من افضل ما يمكن لانها ما تروح مع الوقت أنا ودي أسمع شيء مرة ثانية أغنية ثانية أي حاضر آخر شيء قصير قصير Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on and on صح والله we believe the heart goes on ختام حلو نور أرنقوط كاتبة ومخرجة سينمائية وأيضا مغنية وجميلة جدا وصغيرة وما زالت في بداية طريقها وإن شاء الله بالتأكيد رح نلقاها في أعلى المناصب كل التوفيق ألف شكر لتشرفك البرنامج وشكرا كثير لكم على هالفرصة شكرا أعزائي المشاهدين أكيد استمتعتوا معنا فنراكم في حلقة أخرى